اهلا بنات، كيفكم؟ معاكم هنا عبد الله من دوله الكويت. اليوم رجعت لكم فيديو مشتريات انبوكسينج. هالمره انبوكسينج شنط. هذه البراند انا من فتره وانا اسمع عنها واخيرا قررت اني اجربها. هذه البراند اسمها جي دبليو بي او باي او شيء زي كذا، ما اعرف صراحه كيف ينطق الاسم. هذه البراند امريكيه من ال اي. الفكره منها انها فيجن، الليذر حقها فيجن، والبلاستيك قابل لاعاده التدوير. يعني باختصار هذه البراند مستدامة، كل الأشياء اللي نحاول نشتريها يعني إنها تكون صديقة للبيئة وما تضر. هذه البراند اشتهرت بالفترة الأخيرة، صارت مرة ترند، شفناها على كثير سيليبرتي، شفناها على ميغان فوكس، على جيجي حديد، على بيلا أتوقع، على كيندل جينر، كثير مشاهير لبسوها. خلوني بوريكم ايش اخترت. انا اوريدي عندي قطعة منهم من قبل بس اني ما صورتها. اذا انتم تحبون الفاشن والستايلينج والانبوكسينج والمشتريات والشنط، لا تنسون تسوون سبسكرايب وتفعلون زر التنبيه عشان يوصلكم اي فيديو جديد انا نزله. خلونا نبدأ الفيديو. زمان اخذت منهم هذه القطعة بس اني ما صورتها لكم لاني حسيت فيديو كامل عشان قطعة ما تسوى. بس بعدين طلبت منهم قطعة زيادة. طبعا هذه القطعة ولا شيء، خربوطة لترلي سمبوسة. لما نزلتها صورتها نزلتها ستوري، كل احد قاعد يطنز عليها بس عادي اوكي. الحلو فيها انه الجلد حقها مرة، الكواليتي حقها مرة زين. كمان الهاردوير يعني السلسلة مرة عجبتني، يعني يبين انها مو تشيب، عرفتوا؟ هذا اللوجو بس الاسم حقهم يعني مكتوب بطريقة سمبل يعني مرة. بما انه بالشنطة الصغيرة خلوني بوريكم، انا اخذت شنطة ثانية صغيرة كمان. الباكجينج مرة مرتب وحلو. هذا الديزاين الكلاسيك، هذا الباكج حقه. الباكج الثاني للكولكشن الجديد الباكج حقه مختلف. خلوني بوريكم، شوفوا كيف تجي. يجي معاها الدست باك، شيء مرة مرتب. يجي معاها الأكياس، يعني الستراب في الكيسة. هذه القطعة أخذتها من كولكشن العيد، توها نازلة، فكانوا يسوون لها تسويق وكذا، صراحة حمستني مرة. هذه هي القطعة، إيش رأيكم؟ أوكي هي صغيرة مرة I know، بس مرة جميلة، مو طبيعي قد إيش حلوة وكيوت. طبعا أنا زمان هذه شايفتها على صاحبتي مي، بس مي عندها الديزاين الكبير منها. طبعا هم ما تكفي شيء ترى يا بنات، يعني لترلي ولا شيء. طبعا تقدرين تفكين الستراب هذا أتوقع، ما يخلق. المهم تقدرين تفكين هذه القطعة وتشيلينها كذا، تركبين عليها الستراب. هذا اللوجو، شوفوا هذه من النيو كولكشن، هو مو نيو كولكشن بس مو الكولكشن اللي طلعوا فيه الكلاسيك. خدت هذه الشنطة، عجبتني انها يعني سيمبل، ستايل الفينتج، الستايل القديم، طبعا طايحين بالديزاينات القديمه مره، عرفتوا؟ تطلع حلوه مع الجينز، يعني ستايلات الصيف، الفساتين الصيفيه. واخترت لون كذا انه ممكن يعني يخدمني، وانا ما عندي هذا اللون ابدا، اللي هو اللون الاخضر، يعني ما ادري ايش، اخضر بيستاشيو نقدر نقول. مره عجبتني، حلوه طبعا، راح تكفي اشياء كثير. مع انها بكتب لكم اسعارهم، كل المعلومات في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفونها. مره عجبتني هذه، مره حلوه، مكتوب عليها اللوجو، مو مكتوب عليها بس على الهاردوير بس. اوكي بس حلوه هذه، الطلبيه كلها عشانها اعترف. عجبتني من زمان بس يعني كنت مترددة وما أدري إيش أخذ أي لون، بس بالنهاية قررت إني أخذ لون كلاسيك اللي هو الأسود. هذه شنطة الكرسان. عجبتني من زمان، هذه اللي صدق كل أحد لبسها. بنفس الوقت يعني ما أحس إنها طاحت من عيني، مرة عجبتني. الله تصلح مع الجلابية، ألبسها مع الجلابية بس حلوة صح؟ مرة حلوة. I like اللوجو طبعا واضح، القفلة حقتها مغناطيس من دون اي سحابات ولا شيء. الصدق اسعار البراند مرة حلوة ومعقولة.
الطلبية وصلتني، ما أعرف صراحة إيش شركة الشحن، يعني هم تواصلوا معي ووصلوها لي خلال أسبوع، ما تأخرت يعني، أنا حتى انصدمت قلت شلون كذا بهالسرعة يعني توصل. ما أخذ منهم وقت طويل أبداً. بالنسبة للأسعار مرة حلوة معقولة يعني، الكواليتي مرة كويس. إذا بنصح فيها أكيد بنصح فيها للناس اللي يبغون يعني يحبون كذا الديزاينات، كيف أقول لكم، تكون مودرن يعني ستايلها عصري بس بنفس الوقت مينيمال وفينتج فايب شوي. ما فيها دهرة كثير، ما فيها تفاصيل كثيرة، سيمبل يعني. هذه أكلت قلبي مرة، جنن تهبل. إن شاء الله بشتري الديزاين الكبير منها وبعلقها عليها زي البوي، مرة حلوة. I like cute. لا تنسون تقولوا لي رأيكم بالشنط والبراند بشكل عام، إذا أنتم جربتوها كيف تجربتهم، كيف الكاستمر سيرفيس، أنا يهمني دائما الكاستمر سيرفيس. بس أتمنى يكون عجبكم الفيديو، إذا حبيتوه لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وشير، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات ثانية. باي.